أهلا بكم. حوار يسع الجميع، طاولته تجمع ولا تفرق، بلا خطوط حمراء ولا إقصاء لأحد، فبالنقاش تترجم الرؤى والأطروحات لتوصيات، لنلمس ونرى إرادة قوية بقرار رئاسي بتنفيذ كافة القرارات المتاحة وفقا للقانون والدستور. فالجميع يصغي للحوار، وحتى إن وجد الاختلاف فإنه مناخ محمود وصحي ليكون الجميع تحت راية واحدة، هي الاختلاف لا يفسد للوطن قضية. حتى الآن ألاف التوصيات والكلمات، فتعودنا أن الأرقام لا تكذب، فلذا نسرد على مسامع حضراتكم بعضا منها لنرى كيف أصبح الجميع خلايا نحل كبيرة لخدمة الوطن والمواطن. فيوجد في الحوار الوطني 44 مقررا ومقررا مساعدا بلجان الحوار الوطني، و20 عضوا هم أعضاء مجلس الأمناء، و23 جلسة ما تم عقده، و2000 ساعة حتى أو عدد الساعات لعمل الأمانة الفنية للحوار الوطني، وهو ما يعادل 83 يوما كاملة، بالإضافة إلى 250 ساعة هي عدد ساعات عمل اللجان، بخلاف 3 محاور هي المحاور التي يناقشها الحوار الوطني السياسي والاقتصادي والمجتمعي، وذلك وسط حضور مجتمعي من 8 فئات تشارك في الجلسات النقاشية للحوار الوطني، هم مقررو المحور ومقررو اللجان، باحثون وخبراء، مواطنون، مجلس أمناء، ممثلو للأحزاب، ومرشحو الجهات، ومقدمو المقترحات، ليكون الهدف للجميع مصر أولاً.